المحطة. عودة من جديد، تفضل يا تايلا. يبدو ان احنا الاثنين تخاطر حصل. ايوه، عايزين نتكلم في موضوع العيون ده، و متلهفين الاثنين على الحركه اللي كانت بتحصل دائما مع الزميله العزيزه نعمة عثمان. والله ليها التحيه، ليها التحيه، بحييها واتمنى لها اجازه سعيده بلا شك. تفضل. فطومه، يعني بجد يعني موضوع اليوم موضوع جميل وعميق، يعني لغه العيون واحده من اللغات العالميه اللي ما بتحتاج انت يعني لغتك شنو ولا جنسك شنو، ولا لغه نقدر نقول عليها لغه عالميه. الى اي مدى انت بتقدر تعبر من خلال عيونك؟ الى اي مدى انت بتقدر تقرا شخصيه الاخر من خلال عيونه؟ والفلاسفه قالوا انه العيون يا فطومة هي نافذة الروح. صحيح. وعشان كده بيقول لك فضحن عيونه. صحيح. وعيون المها. الشعر كتبوا والمغنيين. صحيح. غنوا للعيون، لأنه هي ممكن تكون أداة التواصل عموما. يعني نحن عندنا خمسة حواس، وكل حاسة من الحواس دي عندها دورها وعندها أهميتها، لكن العيون دائما بيقول لك زي ما انت ذكرتي عيونك فضحنك، وفي شخص ممكن يكون داير يقول لك كلام، يقول لك انا عرفتك حتقول كده. طيب يقول لك عيونك قال في ذول يا فطومه بعيونه قال لك كلام وبلسانه قال لك كلام مخالف، بتصدقي العين ولا اللسان؟ العين طبعا بالتاكيد، لانه العين انا ما حديث يعني. نعم. اللسان اكيد بالتاكيد. احنا الـ 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 الكلام عن العيون كلام جميل جدا. احنا اليوم سعيدين انه احنا يكون آخر فقراتنا عن العيون ولغة العيون والتواصل بالعيون وتعريف العلماء ليه وتعريف المجتمع ليه، وأيضا الفلاسفة والشعراء وأي ذول عنده مدخل للعيون. يمكن من خلال ضيفنا اللي موجود معانا اليوم في الاستوديو الدكتور عادل عبد الرحيم، اختصاصي علم النفس. مرحب بك كثير، وطبعا برضه قصه طويله مع العيون ونظرتهم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وكل عام وانتم بخير. وانا سعيد جدا جدا ان اكون في هذا المساء السعيد، وسعيد جدا جدا انه نتناول الموضوع الجميل. المقدمه اللي عملتوها جميله دي حقيقه انا عجبتني شديد جدا جدا عن مدخلنا للعيون. نعم، لك التحيه. وانا يعني ببدي اعجابي مباشره على الهواء بعيون سهيله، والله صراحه انا معجبه بها جدا. جميله صراحه، يعني دي ممكن تكون مدخل لسؤالنا الاول اللي هو الخمسه حواس بتفاصيله المختلفه. كل حاسية من حواس الإنسان يعني عندها دورة وعندها أهميتها. خلينا نعرف الأسادة المشاهدين بكل هذه الحواس وأهميتها والدور أيضا اللي بتلعب، وبعدك نجي نتطرق بشكل خاص عن العيون. تفضل. طيب، ده كلام ممتاز. الحواس عموما يعني هي الأدوات الأساسية للمعرفة، يعني الحواس المعروفة الحواس الخمسة، يقول لك حاسة السمع وحاسة العين البصر وحاسة الشم والذوق. الحواس الخمسة الموجودة كلنا المعرفة دي هي الأدوات الرئيسية للمعرفة. إذا المعرفة بتاعتي أنا للعقل بتكون ناقصة إذا نقصت واحدة من الحواس دي، أو ما بتدي نفس الكفاءة المفروض تديها لها في المعرفة. ولذلك يعني هي من الحاجات اللي نحن نعول عليها كثير في علم النفس. يعني نحن في علم يمكن العين ذاتها هي نوع من التشخيص، يعني زي ما قلت أنت قبل شوية أنا من خلال عين الإنسان. وفي لغة كثيرة حنتكلم عنها بعد شوية عن لغة الإنسان، الحزن والفرح والكآب والارتكاء والارتباك، وده كله بيظهر في يعني احنا كنا نقول مراية. يعني العين هي مراية، مراية تعكس. إذا كان في زول متخصص مثلا بتاع علم نفسي ولا استشاري نفسي ولا دكتور النفس، ممكن في التشخيص أنا عين ليك في عيونك دي. أنا طبعا ما حد الغرار طوال أقول هي عندها المرض الفلاني، لا، لكن بخوض مقاط يعني بدي إشارات بقول والله مثلا هي عندها، أنا بتهمها بحاجة زي دي، بعدها بقوم بسأل الأسئلة الثانية في التحليل عشان اصل انا النتيجه الثانيه. فالعيون زي ما قلت تتكلموا عنها الشعراء والفلاسفه والعلماء وكل ناس، حتى ناس الطب الليله لما يتكلم عن طب العيون يقول لك العين دي عندها حاجه خاصه وناس معينين بيتخصصوا فيها. تجي الشعراء العين الدواوين والكتب والكذا، تجي لناس التحليل النفسي يقول لك العين دي انا بالنسبه لي هي المراه الاساسيه بقرا بها زول من جوا، تمسك اي زول. الشعراء المرهفين كل زول يقول لك العيون، الحبيبين وفي الحبيبين وفي حالات كثير يعني خرجت منها يعني يعني اول حاجه تقول لها صيفه لي، يعني صيفه لي يعني مرات في العياده يقول لك بيبدا بالعين
يعني اقول لك لونها وشكلها وطولها، لا لا، اول حاجه يقول لك والله فيها عين غاتة وفيها 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 كده. فعموما يعني ده موضوع جميل وغريب جدا. انا بالتاكيد نعم. طيب دكتور عادل، يعني يقول لك فهام العيون او النظرات، النظرات دي ما هي نفسها؟ لانه انا عين لك، عين لك اشوف الحاجه اللي هو الوظيفه العلميه والبيولوجيه للعين. هل العين ممكن توصل احساسه يقول لك والله الزول ده بيتكلم بعيونه؟ يعني انا دائما فعلا قاعد اقول لفطوم انه عيونك فيها كلام. الزول بيقدر يعبر لي درجه من الدرجات انه والله يا اخي انا اقدر اوصل حواسي للطرف الاخر، وممكن امنع انه الطرف الاخر يكون يستغل عيوني لنافذه عشان يقرا ورا عيوني دي فيها شنو يعني مثلا. فنتكلم عن النظرات، هل هي نفسها هو النظر يعني؟ طيب ده كلام جميل. عموما المعرفه زي ما قلت بتجي على النظر. يعني انا بقرا كتاب من خلال العين، شفت اي واحد زائد واحد يساوي اثنين، والله دي محاسن ودي هويده وده حسن، يعني كده دي من خلال الرؤيه اللي هي ذاتها مربوطه بالعقل. يعني هي مثلا معقده جدا جدا، شعاع بيجي من الجسم منك انت، بيجيني شعاع بالعيني انا من عيني بينعكس للعقل بدي اشارات، والله دي فلان ودي فلان وده محمد وكده. هي دي الشيء الفيزيكا المعروف الطبيعي في 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 مساله المعرفه ومساله كده، انه انا اشخص الحاجه من خلال الابعاد الموجوده في الواقع. طيب ده الشيء الطبيعي. الشيء الثاني اللي انت قلتيه اللي اتطرقت له، اللي هو انا كيف استدل على حاجات ما موجوده في الواقع. يعني مثلا انا عين لك من عيونك عارفك انت حزينه، او في مثلا ناس مش ابعد من كده اقول لك والله انت، انا والله من عيونك عرفتك انت مثلا جعانه، لاحظ حاجه فسيولوجيه بحته، يقول لك انا من عيونك شفتك انت مضطربه، انت فرحانه، انت حزينه، انت متوتره من خلال لغه العين. وكيف كل ما كان الزول قريب منك كل ما اللغه تكون تزداد. يعني كيف انا مثلا انا عندي علاقه معك وقريب منك وانت قريبه مني، انا من خلال التجربه، من خلال الممارسه، من خلال الفهم، انا بعد ذاك بعرف عيونك. يعني في ناس يعني وصلوا لمرحله انه يقعدوا في اجتماع كامل والاثنين ما يقولوا ولا كلمه، لكن من خلال عيونهم يكونوا وصلوا رسائل ولا كلمه ما قالوا، اجتماع ساعه ونص لكن من خلال يعني بيتفقوا لغه زي ما قلنا. ثلاثة رمشات معناها كده، رمشتين ما في، غمضت قبلت الاتجاه الثاني، عينت لفوق، عينت لتحت، وده كل حاجة نعرفه احنا. يعني الزول الكذاب بتعرفه من عيونه، الزول اللي بيسرح بتعرفه من عيونه، الزول الخيالي بتعرفه من عيونه، كل الناس ديل كل زول عنده تشخيص معين في المسألة دي، ترتبط زي ما قلت لك انا بقربك بالزول ومهارة الزول. يعني في ذا ممكن يداري مشاعره. طيب في ذا ممكن يداري مشاعره، ايوه الاعجاب ذاته تعرف. يعني زمان بركز عليك يا طوال المسافه طويله وما برمش عيني، انا ما انا معجب بك. لا قصدي يعني في ذا ممكن انت ما تقدر، ما بيعرفوا يداروا زي ما قال الشاعر. ايوه هل بيعرفوا، هل ممكن يداروا؟ طيب العيون ممكن ما تفصح عن شخصيه الزول؟ شوف حتى لو داره، انا بتصل له الرساله. يعني انا الليله قاعد في، يعني انا مثلا ولد مثلا وفي ثلاثه بنات وانا معجب بواحده كويس، ومن خلال عيوني انا بوصل لها مهما كنت انا، حتى لو انا ما متخصص. النظرات بتفضح دائما، الله يفتح عليك. أيوة. يعني كده حتى من خلال البسمه مع النظره، الكشير مع النظره، الايموجي المعروف اللي يعني في في الوصاه، مش في زول مطير عيونه، واحد زعلان، واحد ما عارف خات الدين، دي ما لغه، هي لغه بتاعت عيون دي، تعرف على الناس تعرف يعني ايديولوجي كده ومعروف يعني. لكن المخوف يعظم في دواخل الناس. نحن في علم النفس يهتم دائما بالمسألة بتاعت النظرات دي، حتى في التشخيص في المسألة بتاعت النظرات حقت الناس. انت هسه بقيت ترمش كثير مالي. انا يعني وجعاني. هذه حاجة ثانية كمان. طيب ايجابيات وسلبيات نظرات العين يعني. في ممكن الايجابيات دي اللي شخص بيبدي حبه اعجابه لشخص ما، لكن في سلبيات اللي هو ممكن شخص يكون ما حاب له شخص أو ما قابل وجوده في مكان ما، ممكن الحاجة دي برضو تظهر عن طريق النظرات يعني. طيب في النظرات الإيجابية اللي هو مثلا أنا بعبر لك عن 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 ما في ناس الكلام مرات ما مراتب، السكوت ذاته درجة من الفهم. يعني مثلا أنا سكتت ما ردت لك، سكتت ما ردت لك، نحن نسكت لأنه يرفع الآن النداء لصلاة المغرب على مشاهدينا خارج ولاية الخرطوم مراعاة فارق الوقت. ربنا Thank you.
تحياتي لكم مجددا مشاهدينا. دكتور عادل، كنا بدأنا الحديث عن النظرة الإيجابية، يعني زي ما في نظرة إيجابية أيضا في النظرة السلبية، خلينا مباشرة نتحدث عن النظرة الإيجابية. طيب، ده كلام جميل. من نقول النظرة السلبية يعني والنظرة الإيجابية هم مترادفات مع بعض، يعني دي عكس مفهوم المقالبة، دي عكس دي. النظرة ما في الفكرة، يعني مثلا أقول لك الزوج والله سلبي، حياته سلبية، بيظهر الأمور بمنظار قاتم، بظلام وزور مشايم. لا، أنا نقصد دي، إحنا نقصد النظر كلمة الأول، الرؤية السلبية ممكن نقول، والرؤية الإيجابية. طيب، نربط الكلام ده بحركة العين. يعني مرات الحزن بيكون ظاهر، يعني تلقى الزول الحزين حتى لو حاول يخفي، يعني حاول يضحك وسط الناس انه من خلال نظراته، بتلقى يعني انه العين ادتنا اشاره انه والله الزول ده حزين. مهما كان بيضحك وسط الناس، لو كان بداري، يعني اقول لك البسمات كتمت الدموع برضه، دي كل الحاجات دي بتكون ظاهره في 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 لغه العين. يعني لغه العين دي، شوف حتى الخجل بيقول لك بيسحب. أيوة، العيون. يعني ناس افهم شنو يا جماعه، الحواجب والجفون والعين. العين ما معناها نظرة العين بس، السواد والبيض، لا، نحن في اللغة بتاعت العيون دي وفي علم النفس بنظر للحواجب. الحواجب دي ذات ترفع حواجبك فوق عندها معنى، تنزل حواجبك عندها معنى، توديها الشمال عندها معنى، تقرونها مع بعض عندها، دي كلها يا اخوان عندها دلالات وعندها معاني. زين، بقول لك فلان ده عين من فوق لتحت. بس يلا يلا احنا قاعدين في النظرة السلبية دي يا جماعة للناس، انه والله زول حزين او عيونه الدلالات حقته كانت دلالات حزينة. العين ما العين، يعني انت ممكن من خلال العين زي ما ذكرت فطومه توجه رساله للزول ده، والله انا ما بحبك، عينك من فوق لتحت، او عيوني مثلا تفيد حب وشوق وفرح كده، يقول لك العيون دي فرحانه لما تلاقي زول معين. طيب دكتور عادل، هل ممكن انا يعني اتدرب انه انا والله اخفي مشاعري، او يكون عندي ثبات انفعالي، عيوني ما تفصح عن 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 محتوى مشاعري في اللحظه دي؟ يعني احنا بنشوف في كثير من الافلام يعني الجواسيس الغير، انه يكون مثلا في زول بيتدرب على انه هو ما يفصح عن محتواه من خلال العيون. يعني اكيد طبعا دي لها دائره اثنين ثلاثه، دي ولا فيها شك. في زي ما قلت انت، الناس اللي بيشتغلوا في التقابل بيشتغلوا عادي، فانت لانه في مرات بتعرف الحزن والفرح والدلالات من العين، ومرات تعرف الزول ده ثابت ولا مضطرب ولا مرتبك من العين. هو بيتدرب، يعني هو بيتدرب على الحاجات دي على اساس انه ما يصير. والشيء اللي يمتازوا بها النساء اكثر من الرجال غريبه، يعني النساء عندهم قدره على انه يخفوا مشاعرهم ويعبروا بعيونهم وبوشهم، لغه الوجه أكثر، خلاف ما يصيروا بصوره ما تخيلها كده. ما ده نقول نفاق، لكن انا ما بعرف دي تركيبه يعني في الانثى ذكاء او ذكاء ذكاء عاطفي او ذكاء عاطفي اللي يكون عندهم. يعني ممكن المراه تكون في غمه الحزن لكن ما توريك انك انت، وده خطر، بيسهر بالتفلتات، بيسهر في تصرفات الماء. يعني انا الليله مثلا لو قلت لك يا فاطمه اديني مويه، اديتيني مويه بسره واديتيني مويه وانت مبتسمه، دي برضه عندها دلاله، صح، ده بياثر جواينا، وبالتالي انا بصدرت افعال وسلوكيات هتكون مؤثره بالنسبه لك انت. يعني انا يعني الليله من خلال، يعني ممكن اجي اقاشي يا جماعه، بس ما دائره متخصص ولا دائره عالم في علم النفس ولا كده، الزول العادي من خلال الممارسه زي ما قلت انت، ممكن الزول يعرف الكلام ده تماما. يعني ممكن انت تكون من جوا منتهيه نهايه بط شديده، ولكن عيونك توريك، ودي خطره بتاثر عليك، بتاثر عليك انت. نحن بنقول دائما الزول يفرق، يطلع العلاقات الأطراف السلبية. أيوه. أكيد، يعني برضو أنا ما عارفة دي مقولة يعني سايدة ولا فيها شيء من يعني الصحة، اللي هو يقول لك فلان ده عينه حارة وفلان ده عينه حارة. الحاجة دي برضو مرتبطة بالنظرات وبالعين، ولا دي واحدة من المعتقدات أيضا السائدة؟ والله أنا شخصيا وأجزم تماما، ما في حاجة اسمها عينه حارة وده سحار وده كله كلام يعني خاشي بالشعوذة والدجل وما عنده اساس علمي. لا، ما في كلام زي ده خالص. في عندنا حاجه اسمها الباراسايكولوجي او القدرات الخارقه، ودي ثابته في 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 وقت معين، انه الزول ممكن يركز بعينه على حاجه معينه يحركها او يحرقها او كده، ده علم ومختصين بها ناس معينين في مليارات العالم ده كله، يكون في اثنين ولا يكون في واحد وعندها دلالات معينه، عندها حاجات معينه. السحر موجود صح؟ طبعا. في القران الكريم السحر موجود، انت قاعد تسحرك زول ما عنده يعني ما شافك، ممكن سمع عنك مثلا، او جيت خاشه شمرت والله الله ريحه جميله جدا جدا وما شافك انت، صح، مثلا نقول جات سحر، جات نتيجه للريحه، او ما كان عنده كلام، او
يعني العمياء ممكن يتحرر. ايوه بالضبط. فدي حاجه، فدي ما عندها علاقه بالعين وحاره، لكن ما في كلام حاجه اسمه عين حاره وعين ليه بتجي الصدف. يعني مرات انا عايل لتوبك ده يعجبني كده اقول له الطوبك ده سامع يقوم يشرد، اصلا الطوبك ده كان حيشرد، كان لقيتيه ولا ما لقيتيه الطوبك ده حيشرد. أيوة. ده قدر مكتوب. نعم. فلذلك ما 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 بكون يعني ما بكون يعني حاجه زي دي. المهم انا داري الناس تعرف حاجه واحده، انه العين دي هي البوابه الرئيسيه للمعرفه. العين دي عندها لغه براها معروفه خاشه في شو لغه الجسد. طيب دكتور عادل، انا يعني عندي سؤال يدور في ذهني، هل شكل العين اللي الخلقه بتاعت العين اللي ربنا خلقها يعني سبحانه من تجلى في خلقه البني ادم، يعني شكل العين ممكن يوحي بحاجات هي ما صحيحه، يخلي الناس تقرا لغه العين بطريقه خطا؟ يعني زي مثلا يقول لك والله دي خلقتي عامله كده، يقول لك انت مالك صار غيبه، يقول لك والله لا والله دي خلقتي عامله كده، فيقول كده، او شكل العين ممكن ياثر في القرايه. أيوة مرات يعني مثلا العبس زول عبوس زول صار لك وبعين لك كده بعين حمراء، دي كلها لها دلالات. لكن احنا بقول دائما الكلام ده انا قلته كثير في يعني في كثير من الحلقات، يا جماعه شكل الزول ما دليل على انه في زول تلقاه صاري، لكن اطيب زول وحن زول. زول تلقاه مثلا اجريسيف يعني زول يعني دائما تلقاه بكورك وبتاع هناي وتلقاه صار لك كده، لكن حن لك من صح اقرب زول لك. دي طبيعه زي ما قلت، دي خلقه يعني ده تكوين بيسموه تكوين يعني كيفي بالنسبه للسلوك او للغه الوش او لغه الجسم عموما اللي حقت الزول دي. في ناس كثيره كده وكثار موجودين. ايوه فدي الناس ما تحكم بها، لازم تقول يعني يلا هو الناس ما تحكم بها. انا قلت الكلام ده كثير جماعه تحكم الدواخل دي. احنا العين دي تدينا اشارات، لانه والله فطومه دي حزينه، فطومه دي مجروحه، فالتومه دي يعني كده. فدي تدينا بالكلام، زول بيقدر يعرف الكلام ده. ما بالضروره يكون متخصص، لكن من خلال كلامه، من خلال عيونه، من خلال رموشه، من خلال كده الحواجب. زي ما قلت العين ما هي العين، هي فيها الحواجب وفيها الرموش وفيها الجفون دي كلها، حتى الحزن. يعني الليله مثلا الزول الكضاب انا بعرفه مثلا تلقاه لما يتكلم الكلام كثير تلقاه ما بعين لك في عيونه. اي ما بعين لك في عيونه، اول ما تلقاه في الوسط في الوسط كده ومايل لجهه اليسار. الزول الحزين تلقاه بيرمي الدمعه. دي كلها انفعالات داخليه تطلع بتصرع عن خلال. يعني مثلا انت الليله دي في قمه الحزن وقاعده معي طبيعيه جدا جدا مداري الكلام ده، بعد شويه تنزل لك دمعه. طيب الاستفاده من لغه العين اليوميه بشكل عام، يعني كيف انا اقدر استفيد من النظره الايجابيه في الحياه؟ يعني خلينا ناخذ الاشياء السلبيه جانبا ونركز مع الايجابي. طيب في بعض الاشياء في مواقف معينه قد لا يسعفك الوقت انك تتكلم فيها. طيب. او ما قدرت تعبر عن، انت ما قدرت تعبر عن حاجاتك الحلوه لشريك حياتك او لخطيبك او كده. او في مجلس من المجالس، او انت مدير لزول دار تديه احسان جميل. فانت عن طريق عيونك انت ممكن توصل رسائل، دي حاجات ايجابيه. يعني من خلال العين، يعني من خلال البسمه، من خلال يعني عدم السر، عدم التجاعيد، عدم الكشره، دي كلها حاجات مربوطه بحركه العين. صح. فدي كلها، حتى الناس اللي هنا بيقول لك الاعصاب كلها مربوطه الجهه دي، حتى الناس اللي بيجيهم الشلل تلقى العين بتاعتهم غامضه وكذا، دي كل المسائل دي كلها مربوطه مع بعض، كلها في الجهاز العصبي المركزي، مربوطه بالكلام، مربوطه باللغه، مربوطه بحاجات كثيره جدا جدا. النواحي الايجابيه مهمه جدا، اول حاجه التشخيص. عندنا احنا يعني بنخطها في التشخيص النفسي، زول عنده مشكله جاك في العياده ممكن من خلال العيون. ممكن في ناس بكذب، يعني فزول بيجيك بكذب عشان تقول له اقول كلام معين، زي ما قالت اسي قبل شويه الاستاذه انه انت عرفته كذاب. انا عرفته كذاب لكن ما بقول لي انت كذاب، بقوم بسال سؤالين ثاني عشان اكد انه هو كذاب. ثلاثه يعني بيساعدني انا الزول المشخص في المساله بتاعت التشخيص ناحيه ايجابيه. انت بتقدر تعبر عن مشاعرك للزول ناحيه، ممكن ما تقول لي ولا كلمه لكن انا اكون مبسوط جدا جدا، انا اكون فاهم. طيب اي زول ممكن يعني يكتشف النظرات مثلا الشخص ده كذاب، الشخص ده الولد الام جات الام جات في لغات كده يعني الام جات والام جات عندها لغه ترسيل للعياده تقول طلع شفت مش ضيوف بيت وعندها ولد كباش بتعين ليه وكده. حتى انا قبل كنت في هاي جميل. طيب دكتور عادل، يعني انا قبل ما اختم فقرتنا دي مصره اسال عن العيون واستدلال اهل الفن والعشاق بانه رمزيه العين في الشعر السوداني او في الشعر عموما وفي الغناء ومكانتها المميزه يعني
في قلوب الناس يقول لك والله من عيونك ما بعرف سهام العيون التفاصيل دي، هل دي حاجة حقيقية ولا زي القلب يعني يقول لك والله قلبك وأنا في قلبك وأنت في كده يعني التفاصيل دي؟ شوفي حاجات أساسية جدا جدا هي رمز الجمال، رمز للجمال يعني سواء كان في الرجل ولا في المرأة، منها العيون الشعر كده، فدي حاجات رموز من الرموز الثوابت يتكلم عنها الشعراء والفنانين والمؤسسة في مليار غنية تلقاه في العيون في الوطن العربي ولا في حتى عند الخواجات. هسي لو دار أعمل بحث عن العيون الشعر في العيون أو كده ما مليار بحث بلقاه، فدي تلقاه كبير جدا جدا. وأي زول يعني المسألة العين بتلعب دور كبير جدا جدا في إبراز مفاتن الجمال يعني حتى في العمل الفني ذاته. الفنان اللي بيرسم اللوحة زي المانوليزا السينما مش نمشي بعيد ليه؟ في زول شاف المانوليزا؟ المانوليزا دي من يعني من ميزتها انت تخط اللوحه دي كده مشيت تبيع جهه بتعين لك. لك مشيت بهنا بتعين لك ورسمها زول يعني ما صوره يعني الناس هسه المصورين ديل عندهم يعني يقول لك انا خط اللقطه دي تلقاه انا ما بفهم في التصوير لكن تلقى الصوره دي عينت لها في لحظه تلقاها بتعين لك ده لو عينت بقلب العدسه مثلا جاي في قلب العين هنا بتعين تلقاها بتعين لك جهه. لكن دافينشي ده رسم الرسمه دي المانوليزا رسمها هو ذاته بيده. شوف لك اداك يعني شوف الفن التصوير انا بعرف يمكن اخواننا التصوير بعدين يشرحوا الكلام ده صحيح. يلا شوف رسم العين انت تشوف في اي لحظه في اي اتجاه بتلقاه هي بتعين لك بتعين لك بتعين لك يعني لوحه ناطقه تتكلم دي قمه الجمال يعني دي ده معيار بقول ستاندر للجمال للعمل يعني طيب نتفق يا فاطمه يعني دكتور عادل انه الجميله بتكون العين ولا بتكون النظرات هي اللي بتجمل العين؟ دقيقه يلا دي ما العين، العين من شكلها هي ذات يلا بعد حركة العين هي بتلعب دور كبير جدا جدا في 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 التواصل. انت مذيع انا عين قاعد عين في الاخبار يعني من خلال يعني من خلال قراءتك للخبر من خلال كلامك في مثلا في لغه معينه من خلال الكلام كده يعني ممكن يكون في زول مكيف جدا جدا يقول لك الحلقه دي اجمل حلقه انا حضرتها في حياتي. صح. ليه؟ بس بحركه عيونك بتواصلك بكده بحاجاتك مع الـ مع الـ عرفت كيف؟ يعني حركه العيون ذاتها للاسف وديتها فوق شمال يمين بتدي معاني كثيره جدا جدا للمطلق. اذا هي الواجهه اللي بتعبر عموما للمطلق هاي صحيح تترك في اثار نفسيه. يا جماعه الناس احنا بنعين لكم في الكاميرات بنعين لكم في التلفزيون ما انا ما بعين خبر ساي بعين حاجات كثيره جدا جدا صحيح. بعين الحركه وبعين حركه الوش والكده والتعابير والتعابير والتفاعل بين الناس عشان كده بيكون في لازم تلقى في في تواصل بيكون في حيويه الصوره بيكون فيها حيويه صحيح. الحيويه دي بتجيبها شنو؟ لغه العيون. نمشي مثال صغير قاعد نحضر المسلسلات المصريه ومسلسلات تركيه ومسلسلات المكسيكيه بتجي مرات لقطات يعني بتاعت عاطفه وتجي لقطات بتاعت حزن صح؟ الكاميرا بتركز على العيون فانا بكون منفعل جدا جدا مع العيون عشان كده ديل جون ديل متقدمين في العمل ده يعني العين جميله واحد حركه العين اثنين ده جمال اكبر يعني يتفق يعني فاطمه اكيد النظرات ايوه النظرات ولغه العيون تلعب دور من يعني ابلق اللغات واصدقها لانه العيون ممكن تفيض بكل اللي هي بتحس به وبكل الكلام. وده سؤال مباشر من زميلنا المصور دحدوح ذكر انه العين القلب ممكن يدي اشاره للعين والله ده سؤال منه ما من انت والله انا احييه تمام يعني سؤال جميل جدا جدا سؤال جميل صح سؤال جميل جدا سؤال ده كمان خشينا في قمه التخصص بتاع علم النفس يعني يا جماعه الحاجات في القلب ده في المشاعر في الاحاسيس في التمني في الرغبات في الحياه دي كلها. طيب انا لما اقوم اطلب منك طلب عكست لك الحاجات الجوينه دي انا بكون ادعى لانه انا انفذ لك طلبك ده يعني بعرف بكون جاي من الصدق بقول لك والله زول يعني دعا لي دعوه من قلبه صح فعلا يعني فعلا فعلا العيون يعني لغتها لغه صادقه جدا فطومي والله انا مبسوطه شديدا لنا وانا مبسوطه بك اكثر والله وان شاء الله يعني ثنائيه تكون مميزه ونظراتنا وحركاتنا زي ما ذكر الدكتور هنا تكون لغه تواصل مهمه وجميله بالنسبه لكل مشاهدينا وعشاق شاشه قناه النيل الازرق تحديدا برنامج مساء جديد. نحن وصلنا لختام يعني حلقتنا لهذا اليوم نتمنى ان تكون فقراتنا نالت رضاكم واعجابكم وموعود بالتأكيد في حلقات قادمة بالتأكيد والتحية لك
الصديقة العزيزة في الطومة ولفريق العمل، وإن شاء الله استنونا كله ثلاث، هتكون عندنا فقرات جديدة ومتنوعة وفي إطار العيون مهدية الأغنية دي مننا لكل السادة المشاهدين. مع السلامة. مع السلامة. طرفي لي